الحمراء والثنائي نارين بيوتي وموفلوكس بسن تكمل التصوير بدون أنس. شاهدوا المزيد من التفاصيل. فاجأت نارين بيوتي الجميع اليوم بعودتها للتصوير مع موفلوكس في فيديو نشرته شقيقتها شيرين. أيضا من جهة أخرى تفاجأ محبين بسن إسماعيل وأنس الشايف أن بسن إسماعيل ستكمل التصوير في دبي بدون أنس. وعلى ما يبدو فإن بسن إسماعيل ستنضم لشلة نارين بيوتي وموفلوكس وستكمل التصوير معه. أما قمر الطائف فتفاعلت اليوم على سناب شات بمجموعة من الستوريات. أترككم مع رأيكم بخصوص هذا الخبر. Pride got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If Real Madrid فاز. يا برشلوني يا برشلوني. أنتم حبوا. جماعة فزنا ريال مدريد 3-1. بحال. يعني شوف كمية الفشل 3-1. طلع بما. طلع أنت برا. بما. برشلوني.